في ايضا من الاشياء اللي صراحه تحسب لكم موضوع رياده الاعمال، معهد رياده الاعمال الوطني رياده. انا ودي تحدثني عن هذا الشيء، يعني ثقافه العمل الحر وثقافه رياده الاعمال هي ثقافه جديده، هيئه المنشات المتوسطه والصغيره الان قاعد تبثها بشكل جيد في المجتمع السعودي. الناس تقول خلاص ما هي بالوظيفه الحكوميه هي الطموح، لا انت ممكن القطاع الخاص، ممكن انك انت تفتح عملك الخاص. حدثني عن هذه التجربه، ايش تدربون بالضبط وكيف ممكن تتطور هذه التجربه اكثر؟ شكرا اخ عبد الله. انا ذكرت قبل قليل احنا يعني لا نريد خريجنا ان فقط يبحث عن وظيفه، وجد وظيفه حقيقه، والان السوق الحمد لله كبير اذا كان يمتلك المهاره والصفات اللي ذكرتها قبل قليل. معهد رياده الاعمال الوطني حقيقه كانت يعني بدات المؤسسه مع شركاء، والشركاء كلهم حقيقه يعني نشكرهم حقيقه من هنا، عندنا في مع ارامكو السعوديه، مع شركه سابك، مع بنك الانما، مع اتصالات السعوديه، وحقيقه كذلك مع بنك التنميه الاجتماعيه، وهذا شريك مهم جدا لانه هو الممول بالنسبه لنا، وهو طبعا يعطي يعني تمويل منشات صغيره، وكذلك مؤخرا يعني عندنا شركائنا منشات صغيره متوسطه. هذه حقيقه المنظومه انجدنا حقيقه فروع في المؤافي على كم فرع عندكم؟ عندنا اكثر من 40 فرع حاليا، ونقدم خدمات حقيقه اكثر من خدمه. الخدمه الاولى نشر ثقافه العمل الحر، هذه مهمه جدا، نشر الثقافه اللي ذكرتها قبل قليل. النقطه الثانيه التدريب على العمل الحر، كيف تبدا مشروعك؟ هناك فيه الان موجود في كيف توصلون لكم الناس هذولي؟ احنا نعلن طبعا في مناطق المملكه، اما نذهب الى الكليات التقنيه او الجامعات، يعني يدخلوا على موقع المؤسسه ولا موقع الرياده، موقع الرياده، ويكون في عمليه تسجيل. احنا نوصل لهم حقيقه الان، نحن نذهب لهم ونعرض عليهم وندعوهم، تعلمون كيف يبدا المشروع الجديد، كيف يبدا مشروعه. اضافه لذلك من يتجاوز بعض الدورات هذه، احنا على فكره العام الحالي فقط ضربنا اكثر من 16,000، هذه في عام 2019 ضرب 16,000. احنا الان كم مده الدورات بالعاده دي؟ تختلف، بعض 3 أيام وقد تكون اكثر. تعطون قروض طيب بعد ما يتخلص من هذه الدورات يكون مؤهل وعنده فكره للمشروع، نساعده في كتابه جدول اقتصاديه ويقدم على بنك التنميه الاجتماعيه ويحصل على القرض. عدد من الذين السنه هذه فقط كم اللي اهلوا للحصول على القرض اكثر من 4600 بمبلغ حوالي 900 مليون قدموا على طلب قروض، يعني قرابه مليار. انت قريب مليار، هذه من بنك التنميه ونشكرهم حقيقه كثير. لكن من حصلوا فعلا فيها اجراءات اكثر من 1600، يمكن حصلوا على 460 مليون ريال اجمالا من حقيقه بداوا اعمالهم حوالي 12,000 حاليا بداوا اعمالهم في كل مناطق المملكه من الذكور والاناث، باجمالي حقيقه يمكن قروض حصلوا اكثر من مليارين.